إلى متى ستستمر قيود الجائحة وإكراهاتها؟ سؤال يشغل بال الخاصة والعامة في المغرب. مهني قطاعات تعد بالحيوية يأملون في تخفيفها في أقرب الآجال. مع هاد المشاكل اللي كنعانيو مع هاد التوقيت اللي داروا ديال التسعود، دابا حنا كنسدو كيخصنا نسدو مع 7 و8 ماشي مع التسعود. يعني يلاه كتجمع الطوابة، يلاه كتجمع الحساب ديالك. ومشكلة آخر ملي كتسد مع 9 و9 ونص كتسم غادي كيشدوك البرجة ديال البوليس، خص تخلص 6000 ريال باش دوز، حيت حتى ما كتعطيك تصريح. مع دابا هاد الانخفاض ديال الوباء ولكن خافت بزاف. ايوا تعدوا تقلنا 11 ليت 12 ليت الله يجعل البركه. بما ان نحن شغيله واصحاب ارباب المطاعم وهذه تضررنا من الاغلاق ديال التسعود الليل، لا اجتماعيا لا نفسيا، بحيث حنا كنخرجوا مع التسعود يعني باش غتقضى لدارك وهذه ما كتلقاكمش يسد. كنتمنوا من الحكومه الجديده انها تحاول تحيد لنا هذا الاغلاق ديال التسعود نهائيا، بما ان وصلنا لتقريبا 20 مليون ملقح في المغرب، وهذه نسبه راها مشجعه باش يكون ترجع الحياه لمجاريها. انتظارات برفع قيود التنقل الليلي وفتح قاعات الرياضه وعوده الحياه الى المسارح والقاعات السينمائيه وغيرها بعد تسجيل تراجع المؤشرات الوبائيه وانخفاض معدل الحالات الايجابيه بازيد من 50%. الوضعيه الوبائيه الحمد لله اليوم بدينا كنعرفوا تقلص ديال الاعداد المسجله يوميا، كذلك ان كاين واحد الانخفاض اللي هو مازال بطيء من ناحيه عدد الوفيات وعدد ديال المرضى الحرجين، وهذا جد طبيعي ومعروف في المراقبه ديال الوبائيه. دائما ملي كنوصلوا لواحد الذروه كيبقى واحد دائما واحد الفرق ما بين وقت الذروه ووقت ديال الحالات الحرجه، كيكون واحد الاسبوع اسبوعين، وهذا هو ما نشاهده. الوصول إلى مناعة جماعية من خلال تطعيم 80% من الساكنة هدف يقترب المغرب من تحقيقه بفعل تسريع وثيرة التلقيح التي شملت حتى الأطفال ما بين 12 و17 سنة. تحقيق المناعة الجماعية مؤشر إيجابي بحسب خبراء للوصول إلى التعايش مع الفيروس العالمي ومواجهة موجات جديدة محتملة. فدوى مرابطي قناة الغد الرباط.